اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. الاكل بتاعنا النهارده من المطبخ الغربي، يعني انترناشونال. بنروح على السعوديه، الشعب السعودي الشقيق، بنروح على الكويت، بنروح على الامارات، بنروح على كل الاردن، فلسطين، ما بنسيبش بلد ولكن بنجيب الاكلات المشهوره منها. جه على بالي النهارده اسافر على اليونان، يعني قبرص، يعني اثينا. طبعا الناس الطيبين دولت عندهم ثقافه في الاكل عجبتني انا شخصيا. من نعم ربنا على الانسان خلق كل حاجه سواسيه، البطاطس والبتنجان، فراخ، لحمه، في اي مكان في بقعه الارض كلها. ولكن كل مطبخ له ثقافه في اعداد الاكله واستخدامه للتوابل اللي هي رمز البلد او رمز عنوان الاكله. اللي اخواننا اليونانيين بيستخدموا دايما الزيوت بتاعتهم زيت الزيتون. بيعجبنا عندهم مش معلقه قشطه مثلا على الرز عشان يبقى الرز طعمه حلو، السمنه البلدي، لا خالص ما يسمعوش عنها دي. استخدامهم الدهون بتاعه الخروف اللي هي بتاعه الخروف، دهن الخروف في تسويه الاكل، وزيت الزيتون، دول حاجتين اساسيين في المطبخ اليوناني. كمان الاعشاب العطريه زي الروزماري والزعتر والريحان والبردقوش، ده اساسي في كل الاكلات بتاعتهم. يعني الكزبره الخضراء والبقدونس والشبت اعتقد ما يسمعوش عنها كمان. فالنهارده مع بعض هنعمل اشهر الاكلات من المطبخ اليوناني. اللي بيروح على اليونان، على قبرص، على اثينا، يقول لك اكلت الموساكا. ايه هي الموساكا دي بقى؟ الموساكا هم شاطرين فيها قوي على فكره، ولكن اساسياتها بطاطس وبتنجان. يا سبحان الله، كل يوم قدامنا البطاطس والبتنجان ولحمه مفرومه. ممكن نستبدل اللحمه المفرومه بدجاج مفروم، ولكن اساسا عندهم لحم مفروم ضاني، ولازم يكون ضاني. هنشوف الموساكا نعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وخلينا النهارده نستمتع باشهر الاكلات من المطبخ اليوناني. عندهم كمان هورتا فريستا، الاسم غريب شويه، اللي هو الخضار السوتيه. الخضار السوتيه عندنا يا اما جزر، يا اما كوسه، يا اما بطاطس، يا اما بروكلي، ده اساسي. هم طبعا عندهم الخضار السوتيه بتاعهم ورقيات اللي هي الهورتا فريستا، سبانخ، جرجير، خس، كل ده بيتعمل ازاي؟ اكيد في تفاصيل واكيد في طعم يوناني ولكن بخفه دم مصريه. المكرونه عندهم مش مكرونه مع صوص بولونيز، ولا هي مكرونه مثلا بالبشاميل اللي احنا عارفينها، لا خالص. مكرونه بتتسلق، بتاخد زبادي او طحينه، وبيعتبر نوع من انواع المقبلات، بيتقدم بارد، بيبقى لطيف وجميل. احنا النهارده في المطبخ اليوناني بطريقه بسيطه وسهله، وعاجبني الثقافه بتاعتهم. خلونا نخترق النهارده ونشوف اشهر الاكلات ونشوف الثقافه بتاعتهم، وهل الاكلات دي صحيه ام غير صحيه، مفيده ام غير مفيده. بالتاكيد طبعا فيها كل المزايا لان كل حاجه زي الفل. وطبعا انا قعدت ابحث، انا احبكم بالايه، باليابان، باليوناني، لقيتها كلمه اشاتير، فانا اشاتير بحبكم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار الأكل اليوناني. دايما بلخبط ما بين اليوناني والياباني، واحنا بنعمل بروفة فبقول ياباني، فقال لي فاروق احنا رايحين على اليابان ولا اليونان؟ حدد إقامتك يا شيف، ما تبهدلنيش معاك. فاحنا النهارده هنعمل الأكل اليوناني مع بعض وأسرار الأكلات مع بعض. هنشوف مقادير الموساكا. موساكا يعني بطاطس وبتنجان، بيتحمروا يا اما بيتشوه، دي مدرسه ودي مدرسه، يعني ممكن البعض بيشويها والبعض بيحمرها، برضو اللي عايز يقلل الدهون بيشويها، اللي عايز يحمرها في الزيت بيحمرها. بتنجان، بطاطس متقطعه شرايح حلوه دواير، ومعانا لحم مفروم ضاني ولازم يكون ضاني، ومعانا من الدقيق 4 معالق، وزيت زيتون، ومعجون طماطم، وصلصه طماطم، وعصير طماطم، ومعلقه سكر عشان الحموضه، دخل بقى الحته المصريه الحلوه، وتوم وبصل. هي دي المقادير، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. وطبعا نوع من انواع الجبنه، يفضل جبنه شيدر او جبنه بارميزان زي ما انت عايزه. هم بيستخدموا البارميزان بتاعتهم، البارميزان غاليه شويه، ممكن تجيب الشيدر وتجيب الجبنه الرومي. حلو الكلام. ولكن عايز اقول حاجه، نروح اليونان، نروح اليابان، نروح اثينا، نروح قبرص، الاكله باللي بيعملها. انا بعملها بطريقه اليونان او بالمدرسه بتاعتهم، ولكن بتاخد الطعم المصري لان بتعملها يد مصريه وخفه دم مصري، فاحنا بالتاكيد هندخل برضو التركيه بتاعتها. حلو، بس اسمنا رحنا على اليونان وشفنا الاشهر الاكلات والناس دول بياكلوا ازاي وبيشربوا ازاي. معلقه زيت زيتون على النار، معانا بصل مفروم، بنحمر البصل شويه عشان ننزل باللحم الضاني يستوي. حلو، والبصليه بتتحمر يا عم الشيف. طبعا رسمي بقى هنا النهارده هنستخدم ايه يا عم الشيف؟ الاعشاب بتاعتهم، لان اخواننا دولت
شاطرين جدا في استخدامهم للأعشاب العطرية اللي هو الروزماري والزعتر والبردقوش والريحان، أساسي في الأكل بتاعهم اللي هو إكليل الجبل، بيسموه عندهم إكليل الجبل اللي هو الروزماري، عشان نبقوا عارفين المسميات عندهم. ده روزماري اهو، وعلى فكرة ده مفيد جدا وقيمته الغذائية عالية جدا في الأكلات وخاصة اللحوم. حلو الكلام؟ نزل إكليل الجبل في قلبيا، ننزل بشوية زعتر كمان، البصلاية هنا ريحتها اتغيرت معايا. حلو، بنقلبها تقليبة كده، معنا التوم، بننزل بشوية توم، وخلي بالك هنا التوم ما يتحمرش جامد عشان ما يمررش الحاجة. نعمل بقى أكل يوناني أي نوع من المطبخ، مدرسة كده، مدرسة المغازي بتقول التومة لو اتحمرت في أي طبق بتعمليه بتبوظ لك الأكلة بتاعتك. شفت هنا البصلاية مع الروزماري والزعتر بقى ريحتها حلوة ازاي؟ مش شامم ريحة بصل خالص. عندي اللحمة المفرومة الضاني، نسبة الدهون زي ما أنت عايزة بقى. إخواننا دولت ما بيستخدموش السمنة البلدي ولا القشطة في الرز المعمر ولا الحاجة دي كلها، مش معناته إن إحنا يعني لا، كل مطبخ له مدرسته، كل مطبخ له سياسته، كل مطبخ له ثقافته. اهو حلو، زي اخواننا في الصين كده، الصويا صوص وزيت السمسم دول اساسي في الاكلات بتاعت، مفيش اكله تخلو من زيت السمسم والصويا صوص. في الاخواننا مثلا اليابانيين عندهم السوشي، الرز المصري ده ما يفرقهمش فطار غدا عشاء. حلو، تقليبه للحمه كده، طبعا اللحمه بتكلكع منك غصب عنك، تكون طالعاها من الفريزر. طبعا اخواننا اليونانيين ما يعرفوش المعلومه دي، فمعلومه غير معلومه لليونانيين، لما تيجوا تعصجوا اللحمه بتاعه الموساكا اللي انتوا بتاكلوها صبح ليل، نحط معلقه ميه مغليه دلوقتي من النار علشان اللحمه دي تفك بسرعه، نتيجه تبخر الماء داخل انسجه اللحمه يساعد على تفككها باللغه العربيه الفصحى. زي ما انا شغال كده، ميه بتغلى اهيت. منك يا مصر نتعلم. طبعا هي عندهم بتكلكع، لما تشوفها تلاقيها اللحمه مكلكعه، تقعد تقلب فيها دول النار، هي فيها دهون كتير. حلو، خلاص فكت اللحمه، ومجرد ما نحط عليها ميه مغليه هتلاقيها فكت دلوقتي، قلبها كده، الدهون بتفك بتسم من بعضها، تبقى معاك زي الفل كده اهو، وتقلبها كده. طريقه سهله خالص. تعالوا مع بعض نعمل البشاميل اللي هي الوايت صوص او الصلصه البيضة اللي هي بتتحط على البطاطس والبتنجان في الموساكا. كده اللحم معايا زي الفل، بسيبه على النار يستوي، بنزل عليه بصلصه الطماطم ومعلقه صلصه طماطم وطماطم معصوره زي ما انت عايزه، ما ننساش معلقه سكر. ليه السكر يا شيف؟ عشان الحموضه بتاعه الطماطم. ادي معجون الطماطم معانا اهو، ده بيدي لها قوام شويه. ومعايا كمان طماطم مضروبه في الخلاط، وبعد ما تضربها في الخلاط تصفيها زي الفل. تمام، ما ننساش معلقه سكر، معانا السكر على طول اهو. معلقه السكر دي مهمه جدا، الناس اللي عندها مشاكل مع الحموضه، ارتجاع مريء بيجي نتيجة ان احنا سوء التغذية بتاعتنا، يعني ارتجاع المريء ده بيجي بعدين بناكل فول مسلوق في الشارع بيحطوا بيه كربونات صوديوم، بناكل الطبق الحمص مستوي بيتحط له بيكربونات صوديوم، بناكل الفاصوليا البيضة عشان تستوي بسرعة تقول لك تحط معلقة بيكربونات صوديوم، كل الحاجات دي غلط، سيب الحاجة تستوي بطبيعتها. انقعها من بالليل في ميه، حطيها على النار بعد كده، اي حاجه تستوي معاك من البقوليات حذاري، واكتبيها على باب الثلاجه بالبنط العريض بالخط العريض، اوعى تحط بيه كربونات صوديوم لسلق البقوليات، سواء فول سواء حمص سواء فاصوليا بيضه فاصوليا حمراء ايا كان. كده اللحم بتاعتي جاهزه، تعالوا نعمل البشاميل. بنسيبها تستوي على النار، بشاميل عادي خالص، معلقتين من زيت الزيتون، ملاحظين حاجة إن أنا ما استخدمتش زبدة خالص. في الطاسة معلقة زعتر حلوة في الحلة،
اخد طعمها كده قبل ما انزل بالدقيق. شفت ازاي؟ خلاص زيت الزيتون واخد طعم الزعتر. هم استخدامهم للزعتر والروزماري كتير قوي. نبدا نحمر الدقيق. نعم يا غالي، بيقول لي اليونانيين بيعملوا البشاميل بحليب برضو. طبعا ما هو وايت صوص، هنحط طماطم يعني يا فاروق؟ اكيد طبعا حليب يعني. مش للدرجه دي يعني. محمر الدقيق كده. اشاتيري يا فاروق والله، اشاتيري يعني بحبك، خلي بالك. ابحث عنها لتكون يعني. شايفين الدقيق كده اتحمر بزيت الزيتون مع معلقه الزعتر الحلوه اهو. حلو قوي. ننزل بالحليب زي الفل يا عم الشيف. العب ونقلب. دايما لما تيجي تعملي وايت صوص او بشاميل حط السائل على ثلاث مراحل، سواء حليب سواء شوربه سواء ميه ايا كان بقى. زي الحليب دلوقتي حطيته على ثلاث مراحل، علل ولماذا وافصح من الاجابه. حلو قوي. التلت الاولاني اللي هي المرحله الاولى ان انا بقلب الخليط واضمن ان الدقيق كله يبقى عجينه متماسكه، كاني بعمل بلح الشام. بلح الشام بيتعمل ازاي؟ ماء مغلي مع معلقتين زيت مع شويه فانيليا على النار ونحط الدقيق. شفت القوام؟ يلا فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي، الصوره من داخل الحله تتحدث عن نفسها. اصبح البشاميل هنا زي الفل تمام، العجينه معايا يعني. ننزل بالتلت الثاني من الحليب. ونخلي الشويه دولت نتحكم في القوام. ونقلب كده. واحده واحده كده هتلاقي كل الحليب ما يسخن كل ما يفك معاك. اللي بتعمل البشاميل ويكلكع معاها، اللي بتعمل الوايت صوص ويكلكع معاها. كل ما يتعرض على النار ويسخن الحليب هتلاقيه فك معاك وينزل من بين سلوك المضرب كده واحنا شغالين. ونقلب. اهم حاجه المرحله الاولى، تخلطي الحليب جيدا بالدقيق بعد تحميره في الزيت او الزبده او السمنه. هو البشاميل اللي احنا طبعا شطار في عمايله بنعمله دايما بالزبده او بالسمنه، ولكن احنا عشان في المطبخ اليوناني واخواننا اليونانيين شاطرين في عمل الاكل بتاعهم دايما بيستخدموا زيت الزيتون في الاكل. قلب. عندي البتنجان نبص عليه كده اتحمر، عندي البطاطس متحمره جاهزه، وزي ما قلت لحضراتكم اختياري انك انت تحمريها او تشويها في الفرن، بتقطعها حلقات بترصها في صينيه، تحط عليها شويه زيت زيتون شويه روزماري شويه زعتر وتدخلها الفرن تتشوي. ده بالنسبه للبتنجان. البطاطس نفس الطريقه، بتجيبيها تقطعها شرايح ما تكونش تخينه قوي، وتحط برضو عليها زيت زيتون وزعتر وتشويها في الفرن. طريقه تانية سهله للمبتدئين اليونانيين. حلو الكلام. بيعملوا ايه يا شيف؟ بياخدوا البطاطس دي يسلوها بالقشره بتاعتها، وبعد ما بتتسلق تبرد خالص يبداوا يقشروا القشره ويقطعوها شرايح دواير وهي مسلوقه، طريقه ام زمان. فاكرين زمان امهاتنا ما كانوش يحمروا البطاطس على طول تتقطع؟ لا، كانت تسلق البطاطس وتجيب البطاطس الصغيره تبقى قد البيضه كده، وبعد ما تتسلي تتقشر وتحمرها في شويه سمنه بلده وزيت. يا ويلي، فاكرين الكلام ده؟ يرجع تاني. اليونانيين بيعملوه النهارده اهو. البطاطس تتسلق، بعد ما تتسلق تتقشر تتقطع دواير وتتحط في صينيه بزيت زيتون تتحمر في الفرن. انا بعشقها الاكله دي. بس اهم حاجه تتسلق، ولما تسلقيها ما تحطيش ملح كتير عشان ما تتهريش منك والقشره تتهري. اسلقيها، بعد ما تسلقيها سيبها تبرد، وبعد ما تبرد قشريها وقطعيها دواير. البشاميل اللي طلع معايا. ننزل بشويه الحليب دول زي الفل. يبقى انا عملت اللحمه وعملت الوايت صوص او البشاميل. نوع الجبنه اللي هستخدمه جبنه بارميزان مبشوره او جبنه شيدر مبشوره. باخد شويه بحطهم على البشاميل، واذا حطينا جبنه فيها ملح كتير يبقى نرفع ايدينا من الملح شويه. اللحمه ابص عليها عينيا. حاضر اهي. لا يا باشا، هي التركايه المصريه بقى. شفت اليونانيين اتعلموا حاجه النهارده. كل العالم
يشهد للمصري بالذكاء والخبره. اهو شايفين اللحمه المفرومه اهي، برغل اهي، وريني بقى كلكعت، لا حسونه، لا اهو اهي زي الفل. طلعها من الفريزر بقى، تيجي معاك حته واحده زي ما هي كده. اهم حاجه شويه ميه مغليين من براد الشاي، وتحطوه مع اللحمه بعد ما تشوحيها مع البصله والتومه، وتغطي الحله او تستخدمي كده تقليب على طول، تلاقيها فكت معاك وزي الفل. اه سيبها على النار تتسبك كده، والبشاميل بتاعنا جاهز. ناخد شويه جبنه نحطهم عليه. مش هنحط بيض هنا، هنحط ايه؟ جبنه. اوعى تحط بيض، تحط البيض هتلاقي البيض كلكع، لان طبيعي بتحط البيض على بشاميل سخن او على وايت صوص سخن، فطبيعي هيرجع بقى سكرامبت، يعني زي البيض اللي بيتعمل في الحليب المغلي. حلو اهو، خلاص كده البشاميل بتاعي جاهز. نبص على قوامه، يلا يلا. ده اهم حاجه. الله على الريحه الحلوه، بدات اشم ريحه حلوه، ريحه الجبنه واختلاطها بالوايت صوص اللي هو الدقيق اللي حمرته في الزيت مع زعتر، ونزلت بالزعتر الاول خالص عشان كده البشاميل اللي معايا ريحته حلوه، وبعدين نزلت بالجبنه والتقليبه الحلوه دي كده. نبص عليه كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. اللهم صل على النبي، زي الفل. تعالوا بقى نطبق الاكله بتاعتنا، هي عايزه شويه فلفل اسود. حلو قوي. نعم، انا مش بحب الفلفل الابيض، مش بحبه في البشاميل، ما اعرفش ليه، بيغير لي طعم الحليب وطعم الدقيق. ممكن انتوا تحبوه عادي، مش اي حاجه مش بيحبها الشيف معناته انه المفروض عليك انك تحب. لا خالص، يعني انا بقول الصراحه دايما بستخدم الفلفل الاسود في الوايت صوص افضل. الفلفل الابيض بستخدمه لما بكون بعمل وايت صوص مثلا لشويه جمبري لحاجه كده معينه فبستخدمه. معانا البتنجان متقطع دواير وبتحمر، معانا البطاطس متقطع دواير وبتحمره. طريقه تانيه ممكن نشويها، سواء البتنجان سواء البطاطس، الطريقه السريعه التحمير. حلو الكلام. تعالوا نطبقها في كسروله بقى عشان نبدا نشتغل مع بعض زي الفل. نخلي الهورتا فريستا دي كده على جنب، اللي هو الخضار المشكل، سبانخ وجزر وجرجير، سوري سبانخ وجزر وخس، ثلاثة دول دي الهورتا فريستا. هناخد الصينية دي كده، ونيجي هنا نعرص البطاطس كده. الأكلة دي حلوة على فكرة، مشهورة جدا في أثينا وفي قبرص، في اليونان عموما، يعني الشعب اليوناني عاشق للأكلة دي، وأي حد بيروح على اليونان معروفة في المطاعم، تبقى عاملة زي المكرونة البشاميل كده بس ما فيهاش مكرونة. خلي بالك، رصة البطاطس دي بالشكل ده كده أهو، ولازم دواير. ولما تشتري البطاطس، عشان كده بقول لك انزلي السوق بنفسك، ما تبعتيش حد يجيب الخضار، انزلي. انت عارفه تعملي اكل يوناني النهارده؟ يعني عايزه البطاطسايه قد الثانيه عشان لما تقطعها دواير تبقى في الصينيه شكلها حلو، ما تجيبليش بطاطسايه قد كده وبطاطسايه قد كده. حلو الكلام. ونفس القصه مع البتنجان. نعم يا فندم. طبعا هتخش الفرن بس بعد ما نرص. عيني، حاضر. هي هتاخد وقت شويه، اذا حابب تطلع فاصل انا جاهز. حلو. حلو، حاضر. نص البتنجان اهو، شفت الجو ده كده؟ بتنجان دواير، بطاطس دواير. نعم. بالكوسه؟ لا، هم مش بيحبوا الكوسه، يحبوا السبانخ، يحبوا الخس، ويحبوا الهندبه اللي هو السريس بتاعنا، السريس اللي في الريف المصري والصعيد المصري عارفينه، وفي هندبه تانية خس هندبه، دول عاشقين له. اللحمه المفرومه، اللهم صل على النبي، شويه مفروم، بيتكلموا مصري مش ياباني، مش يوناني، سوري. اليابانيين شاطرين في السوشي، يفطروا سوشي ويتغدوا سوشي ويتعشوا سوشي. حلو قوي البتنجان كده زي الفل. ادي الطبق بتاعي تمام بالشكل ده كده، حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد اللحمه المفرومه دي كده، التركيه بتاعت المغازي بقى، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ناخد شويه جبنه كده، هو ده الكلام.
كده انا غزيت اللحمه وتوكتها ودعمتها بشويه الجبنه الحلوين دول. عشان كده بقول لك استخدامك للملح هنا كنترول. ناخد اللحمه المفروم ده كده احنا بنطبق الموساكا من المطبخ اليوناني. لحم المفروم الضاني واخد زعتر واخد روزماري. ما تحطلوش كمون ولا كزبره خلي بالك عشان الطعم ما يهربش مننا ويروح على الايه؟ على المطبخ المصري. الله مفروم ضاني كندوز ينفع؟ اعملي كندوز عادي بس ما تقوليش لحد. هو المطبخ انا قلت لكم مش قواعد يعني. يعني انتوا عملت كندوز مش هتتاكل وتبقى زي الفل. عادي يعني. لحم المفروم نزل اهوت زي الفل تمام. معانا البشاميل اللهم صل على النبي. بما ان هما بيحبوا الريحان ويحبوا الحاجات العطريه انا بقى هضيف التركايه بتاعتي عشان يتعلموها برضو اليونانيين. ايه ده يا شيف بقى؟ الاكله دي فيها توم. اللي انا حاطه ده ممكن يكون ريحان اخضر وكده بضحك عليكم، ممكن يكون نعناع اخضر، فده نعناع اخضر. شفتوا الصداقه؟ شفتوا الصراحه والمصداقيه؟ ممكن نحط ريحان اخضر؟ ممكن نحط زعتر؟ تركايه الشيب بقى. حلو؟ زي الفل. ناخد البشاميل بتاعنا الجميل الحلو ده كده، داخله جبنه؟ يلا العب. اللهم صل على النبي. اكله فيها كل حاجه. الموساكا اليوناني. بنوجه للشعب اليوناني طبعا تحيه كبيره من كل المصريين. قبرص واثينا الناس الطيبه جيراننا. حلو قوي. لسه هنزل بالجبنه، اصبر على رزقك. حلو قوي. تمام. حط سواها كده تسويها كده علشان تبقى كلها واحده. حلو قوي. تمام. شفت الجو ده كده بنفس الطبقات دي كده، هجيبها لي دلوقتي الاساتذه المصورين حبايبي من الجنب، هتلاقوا فيه بقى طبقات البطاطس مع البتنجان والهزه دي مهمه عشان تبقى على وضعها، وننزل بالجبنه وتخش الفرن تاكل صوابعك وراها. دي بقى تتحمر دلوقتي وتطلع بقى ايه لونها؟ لون برونز كده. ولكن هي برضو واخده الطعم المصري. هندخلها الفرن في درجه حراره 180 لغايه لما وشها يتحمر. بس مكانها فين في الفرن؟ فين اللوكيشن بتاعها في الفرن؟ في نص الفرن خلي بالك. يلا معانا حبايبي. زي الفل في درجه حراره 180 الموساكا اليوناني بخفه دم مصريه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. شفتوا الموساكا شكلها يفتح النفس؟ تلاحظوا ان الجبنه لها كده رونق وشكل مميز وبتغلي لسه على النار. طبقات بقى بطاطس، تنجان، لحم ضاني مفروم، نزلنا بالبشاميل بعد ما خلطناه بقليل من الجبنه وبالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه. قدرنا نخترق المطبخ اليوناني، وبنوجه للشعب اليوناني قبرص واثينا والناس الطيبين بنوجه لهم تحيه كبيره. احنا النهارده بناكل من مطبخكم اكله مشهوره عندكم اسمها الموساكا، مكوناتها بتنجان وبطاطس من خير ارضنا، عملناها مع لحم ضاني مفروم، عملنا الهورتا فريستا اللي هي عباره عن تشكيله من الخضار يتصدرها في القائمه البطل المصري الجرجير والسبانخ والخس، كل دول مع بعض مع زيت زيتون وعصير ليمون، تفاصيل كتير جوه الحلقه. طبق مقبلات جامد جدا، انا لازم اجرب المكرونه دي بعد ما اخلص الحلقه بجد. في مايونيز وفي طحينه وفي زبادي، وزي ما قلت لحضراتكم هرم غذائي، بروتين بنلاقي فيها، كربوهيدرات فيها، جمبري جامبو فيها اللي هي اوميجا 3، واحنا الجمبري بناكله ليه؟ لانه اوميجا 3 حلو وفوسفور موجود في الطحينه بتاعتنا الجميله. رؤيا فن ابداع النهارده من اليونان، والكلام ده بنشوفه كل يوم منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
بيه.